استعمال الأميتر لقياس التيار الكهربائي، ونوصل ذلك السلك بالأميتر. ثم نوصل سلكاً آخر من الطرف الآخر للأميتر بالبطارية، فيضيء المصباح وينحرف مؤشر الأميتر، وتمثل قراءة الأميتر مقدار التيار الكهربائي. طبعاً الجلفانوميتر يستخدم في قياس التيارات الضعيفة جداً، فنستعيد عنه بالرمز الجلفانوميتر، يبقى جي كأنه جهاز الجلفانوميتر الذي يقيس التيارات الضعيفة. قلنا ماذا يحدث عند مرور تيار عالي الشدة؟ إذا مر تيار عالي الشدة يعمل على تلف الجلفانوميتر، فلكي لا يحترق هذا الجهاز بنوصل معه مقاومة صغيرة جدا على التوازي، مقاومة صغيرة جدا على التوازي. طب هنسأل نفسنا ليه مقاومة صغيرة جدا؟ لأن احنا عارفين كلما قلت عند التجزئة هنا، كلما قلت المقاومة يزيد التيار إليه، فهنسمي دي مثلا R S. يبقى المقاومة اللي هنضيفها اسمها R S، وهنسميها في الحالة دي مجزئ التيار. مجزئ التيار، يبقى التعديل اللي هنستخدمه، التعديل هو عبارة عن مجزئ التيار. مجزئ التيار هنديله رمز R S. مجزئ التيار لما نيجي نعرفه نقول هو مقاومة صغيرة جدا، مقاومة صغيرة جدا توصل على التوازي مع الجلفانوميتر. يبقى لما نقول ايه هو تعريف مجزئ التيار، هنقول هي عبارة عن، أو عبارة عن مقاومة صغيرة جدا. كل كلمة لها معنى. ليه صغيرة جدا؟ عشان معظم التيار يمر من المجزئ، وبالتالي حافظنا على جلفانومتر من التلف. صغيرة جدا على التوازي. أيضا كلمة على التوازي تهدف هدف أيضا مهم جدا، لان على التوازي هيكون المقاومة اصغر ما يمكن، يبقى في نفس الوقت مقاومة صغيرة وعلى التوازي لتقليل المقاومة اللي هتبقى بين مين ومين، بين الار جي مقاومة الجلفانوميتر ومقاومة المجزئ، والمقاومة على التوازي تكون اصغر ما يمكن. طب ما الهدف من ان تكون مقاومة صغيرة؟ وبالتالي حتى لا يضعف من طريق الدائرة. يبقى ليه مقاومة صغيرة؟ عشان معظم التيار يمر خلالها، وبالتالي حافظنا على الجلفانوميتر وعلى التوازي لكي نقلل المقاومة الكلية للدايرة، وبالتالي لا يؤثر في التيار المقاوم. يبقى السؤال كيف يمكن تحويل الجلفانوميتر لميتر؟ ان احنا نعمله تعديل، بنضيف مجزئ التيار وهي مقاومة صغيرة جدا توصل على التوازي. طيب ممكن سؤال يجي بشكل تاني، طب ليه مقاومة صغيرة؟ لو خدنا التعليل أو السبب، يبقى لو قلنا في شكل علل أو أذكر السبب أو لماذا، يبقى الإجابة، إجابة السؤال ليه مقاومة صغيرة جدا على التوازي، هنقول صغيرة جدا، صغيرة جدا ليمر بالمجزئ، ليمر معظم التيار بالمجزئ، ليمر معظم التيار بالمجزئ، وفي نفس الوقت يبقى حمينا الجلفانوميتر من التلف، وحماية الجلفانوميتر من التلف، وحماية الجلفانوميتر من التلف. طيب صغيرة جدا، طب برضو ليه على التوازي؟ برضو الشق التاني من السؤال، طب ليه على التوازي؟ برضه اجابته لان التوازي معروف ان هو بيقلل المقاومة الكلية، يقلل المقاومة الكلية. طب ما الهدف من تقليل المقاومة الكلية؟ حتى لا يؤثر على تيار الدايرة، لان هو جاي يقيس مش جاي يضعف من التيار، وبالتالي لا يؤثر على تيار الدايرة، لا يؤثر
على التيار الدائري. لو احنا جينا نبص ازاي نعمل القانون، بسيطة خالص، ركز معايا. احنا قلنا الجلفانوميتر دايرة وفيها حرف جي، اختصار او الرمز بتاعه. التيار اللي كان بيقيسه الجلفانوميتر بنسميه اي جي، التيار الذي لا يزيد عنه، بحيث لو زاد التيار عن اي جي ده يعمل على تلف الجلفانوميتر. والجلفانوميتر ليه مقاومة هنسميها ار جي، اللي هي مقاومة الاسلاك بتاع ملف الجلفانوميتر. طيب لو احنا عملنا تجزئة للتيار يبقى بهذا الشكل. طريقة الرسم سهلة خالص وبسيطة، ان احنا بنضيف مقاومة صغيرة جدا على التوازي اسمها الار اس. تعال نستنتج القانون، استنتاجه بسيط. هنفترض ان التيار اللي هيقيسه بعد التعديل اللي هو الاي، هنسميه التيار الكلي اللي هيقيسه بعد التعديل اسمه اي، جزء صغير جدا هيروح في الجلفانوميتر اي جي، ومعظم التيار هيروح فين؟ في المجزئ، لان كلما قلت العلاقه بين المقاومه والعلاقه العكسيه، كلما قلت المقاومه زادت شده التيار، يبقى اي جي. طب تلاحظ هنا ايه؟ ان مقاومه الجلفانوميتر ومقاومه المجزئ توازي. على التوازي مين اللي ثابت، التيار ولا الجهد؟ طبعا الجهد. فنقول الجهد عبر المجزئ لازم يساوي الجهد عبر المجزئ هنا يساوي الجهد عبر الجلفانوميتر، يبقى الفي جي. الجلفانوميتر في اس هيساوي الفي جي، اللي هو الفرق الجهد، فرق الجهد عبر او خلال الجلفانوميتر. طبعا الفي بنشيل الفي ونحط مكانها ايه؟ حسب قانون اوم المعروف، في بتساوي اي في ار. فبنشيل الفي دهيت ونحط مكانها الاي اللي هيمر فيه في المجزئ، الاي اس في الار اس. والجهد عبر الجلفانوميتر برضه نقول الاي جي في الار جي. طبعا جي اختصار كلمة الجلفانوميتر. طيب اصبح عندنا اربع مجاهيل، 1 2 3 4. ممكن نشيل دهيت الاي اس. عبارة عن ايه الاي اس دي؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن التيار الكلي بس نطرح منه الاي جي. يعني لو فرضنا هنا 10 امبير مثلا، لو هنا 10 امبير وجي هنا 1 امبير، يبقى هنا لازم يكون كام؟ 9. فازاي جبنا 9؟ طرحنا التيار الكلي، يبقى ممكن نشد كده ونحط مكانها الاي الكلية الذي سيقيسه، اي الكلية الذي سيقيسه بعد التعديل، ناقص الاي جي، الاي جي اللي هيمر في الجلفانوميتر، والار اس كما هي بالشكل ده كده، والار اس كما هي يساوي الاي جي ار جي. لو حبينا نجيب الار اس في طرف ليه؟ عشان نعين المقاومه المراد اضافتها، او المقاومه التي يجب اضافتها لتحول من جلفانوميتر لمتر. طبعا بنقسم على المعامل، لو جبنا الار اس في طرف اللي هي مقاومه المجزئ، بنقوم نقسم على معامل المجهول اللي هو ار اس. فالاي جي كما هي، والار جي، ونقسم على المعامل اللي هو الاي ناقص الاي جي. لو طلبت ده الكلام، طيب واحد يقول انا هعوض في القانون ده في المسألة، صح، او القانون ده صح، هو القانون ده نفسه، بس دي الصورة النهائية اللي نعين بها مقاومة المجزئ التي يجب اضافتها. يبقى لما اجي اقول لك ما هو التعديل، ان احنا بنضيف مقاومة صغيرة جدا على التوازي وقيمتها تساوي الار اس تساوي الاي جي. طب ممكن يجيب لك في السؤال
وكان فرق الجهد الذي يتحمله الجلفانومتر، يبقى ما انت عارف ان فرق الجهد بيساوي اي في جي، يبقى نسميه دي في جي. في جي يعني ممكن نعبر عنها بالفي جي او بالاي جي ار جي. طيب ممكن يجيب لك التيار المرئي في المجزئ، ممكن نشيل دي كلها نحطها مره واحده، ولكن ده بالتفصيل. هنلاحظ لو عندنا حصلنا ضربنا الطرفين الوسطيين نقدر نجيب حساسيه الجلفانومتر. ايه هي حساسيه الجلفانومتر؟ لما نيجي نقول حساسيه الجلفانومتر، حساسيه الاميتر عند عمليه اعاده ترتيب للمعادله السابقه، نستنتج ان الاي جي على الاي هي دي الحساسيه، ان هي النسبه بين التيار الذي كان يقيسه الجلفانومتر الى شدة التيار الذي سيقيسه بعد التعديل. بعد إعادة ترتيب المعادلة هنلاحظ شكل المعادلة ار اس يعني مقاومة المجزئ على مقاومة المجزئ زائد مقاومة الجلفانومتر. يبقى لما نيجي ندي تعريف الحساسية للأميتر هنقول فيها ايه؟ هي النسبة بين شدة التيار الذي كان يقيسه الجلفانوميتر قبل التعديل إلى شدة التيار الذي سيقيسه بقى الأميتر بعد التعديل. إذن لما ندي التعريف نقول هو النسبة بين شدة التيار الذي كان يقيسه الجلفانوميتر قبل التعديل إلى شدة التيار الذي سيقيسه بعد التعديل. طب إمتى نرجع لاستخدام هذا القانون؟ إذا طلبنا الحساسية احسب الحساسية، يبقى معناه الطرف ده كله مجهول، او الف المسألة وقلت الحساسية للنص للربع، نشيل ده كله ونحطه نص، ونقول حاصل ضرب الطرفين يساوي الوسطين. ناخد دلوقتي مثال بسيط. المثال ده كان جه في ده عن الانقاص الحساسية. اول ما نسمع كلمة انقاص الحساسية يبقى لسه مذكركم دلوقتي، القانون بيقول ايه؟ ان الاي جي على الاي التيار الذي سيقيسه، الذي كان يقيسه على التيار سيقيسه، بيساوي ايه؟ الار اس اللي هي مقاومة المجزئ على مقاومة المجزئ زائد مقاومة الجلفانوميتر. تعال نشوف المعطيات كده. احسب قيمة مجزئ التيار، يبقى مين اللي هيبقى مجهول عندنا؟ ال ار اس دي كده، ال ار اس مجهول. احسب قيمة مجزئ التيار، ال ار اس مجهول، لإنقاص الحساسية الأميتر اللي مقاومته كام؟ إلى لإنقاص حساسية الأميتر اللي هو مقاومته 24، يبقى الـ RS موجودة لو نعتبره في الحالة ديت ملي أميتر، قيمته موجودة هيت. طيب ولتقليل الحساسية إلى الربع، يبقى لو شلنا ده كده وحطينا مكانها ربع وعندنا الـ RG 24 اللي هي دهيت واحد ده مقاومة الأميتر، بنعتبره في الحالة دي ملي أميتر أو كأنه جلفانوميتر وبنعمله تعديل، يبقى الـ RG 24 أصبحت معادلة ذات مجهول واحد في الـ RS بهذا الشكل. RS مجهولة طبعا، عشان نجيب المجهول في طرف نقول حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين،
أربعة في آر إس بأربعة، أربعة آر إس، أربعة آر إس هتساوي آر إس زائد 24. خلاص بقت سهلة وبسيطة. دي بالموجب هنعدي دي بالسالب، إذا المجهول أصبح 3 آر، لأن دي آر واحدة، آر 3 دي آر إس، وهنا 4 آر إس، هتبقى هنا الطرف ده 3 آر إس. فلو قلنا 3 آر إس هتساوي كام؟ هتساوي 24. 24 بنقسم على مين؟ على 3، ونقسم على 3، إذا الـ RS بكام؟ ب 8. يبقى الإجابة الـ RS ب 8 أوم. ده المطلوب الأولاني. تعال نشوف المطلوب التاني. ثم احسب المقاومة الكلية للأميتر والمجزء. طبعا السؤال ده أبسط ما يمكن للي فاهم التوصيل توالي ولا توازي. طبعا لازم نكون مصحصحين نفسنا. في حالة الأميتر يكون توصيل توازي، اللي هي المقاومة بتاعة الجلفانوميتر اللي اسمها ار اس ار جي، والمقاومة بتاع المجزئ اسمها ار اس. طب ما الاتنين احنا عارفين الأميتر بتوصل المجزئ معاها على التوازي، واحنا عارفين على التوازي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. ده معلومة اللي قلنا عليها 24، ودي معلومة جبناها الوقت اللي هي 8 بسيطة. إذا نقدر نقول R توتال، R الكلية هتساوي حاصل ضربهما اللي هي ال RS في ال RG على حاصل جمعهما ال RS زائد ال RG. إذا بالتعويض، إذا ال R شرطة أو R داش أو R الكلية هتساوي 8 في 24، 8 في 24 على 8 زائد 24 بالآلة الحاسبة، هيطلع لنا الناتج على طول 6 أوم. إذا نقدر نقول إذا الـ R الكلية أو R داش هتساوي 24 بتساوي 6، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم 6 أوم. وطبعا حددنا المسألة دي. طيب تعال ناخد بقى مسألة تانية فيها برضه نفس الطريقة. مجزئ تيار مقاومته نوصل بالمجزئ رمزها ايه؟ طبعا كلكم عارفين ان المجزئ زي ما ذكرناها 100 مرة ار اس مجزئ. ينقص حساسية الاميتر الى العشر. يبقى اول ما نسمع كلمة الحساسية هنقدر القانون اللي احنا عارفينه. هنقول ايه في القانون اللي احنا قلناه؟ هنقول ان الاي جي التيار الذي كان يقيسه الجلفانوميتر على الاي التيار سيقيسه هتساوي ار اس على ار اس زائد الار جي. تعال نشوف ايه المعلوم وايه المجهول هنا. السؤال بيقول ايه؟ مجزئ تيار مقاومته، يبقى كأن الار اس اللي موجود، يبقى اصبح ده معلوم ده معلوم. طيب لينقص حساسيته الى العشر، يبقى اصبحت دي معلومة، عشر 1/10. اذا بالعقل والمنطق مين اللي هيبقى موجود في الحالة دي؟ هو ما طلبش الار جي اللي هو مقاومة الجهاز نفسه. يبقى في الحالة ديت من غير ما نفكر ولا اي حاجة، لما تلاقي كل ده اللون ده كله معلوم، يبقى مين اللي مجهول عندنا؟ الار اس. هتقول هي مش مطلوبة، بس هنحتاجها في الخطوة المطلوبة. تعال نعوض كده. لو جينا نعوض الحساسية قلنا هتقل للعشر، يبقى الجزء ده كله بنشيله ونحط مكانه 1/10، والار اس اللي هو مقاومة المجزئ، مجزئ مقاومته والار اس 1/10، يبقى دي برضو 1/10، الار اس ب1/10، الار اس ب1/10، اصبحت معادلة ذاتها مجهول واحد في الار اس. طبعا في الحالة ديت العملية الحسابية سهلة وبسيطة. بنعمل ايه؟ حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. تعال نضرب كده. لو ضربنا الواحد في اي قيمة هتطلع نفس القيمة اللي هي
وتبقى واحد في واحد من عشرة بواحد من عشرة زائد ال ار اس اللي هي المجهولة ار اس، يبقى ضربنا القيمة دهيت في الواحد هتساوي القيمة التانية اللي هي واحد من عشرة في العشرة بواحد بواحد. إذا نقدر نجيب ال ار اس في طرف، لو جبنا ال ار اس اللي هي المجهول في طرف نتخلص من مين؟ المرة دي بالزائد، نعدها جهة تانية بإيه؟ بالسالب. يبقى واحد سالب واحد من عشرة يطلع الناتج تسعة من عشرة أو، بالآلة حاسبة بسيطة خالص. طيب جبنا ال ار اس السالب والباقي المطلوب المطلوب التاني، اوجد مقاومة المجزئ الذي ينقص الحساسية إلى الربع. نكرر نفس المسألة نفس القانون، الاي جي على الاي هتساوي الار اس على الار اس زائد الار جي. المطلوب ايه؟ احسب اوجد مقاومة المجزئ، يبقى في الحالة دي المطلوب مين؟ الار اس. الار اس هنعتبر كده ال ار اس ده لون كده بشكل عشان ميزه، يبقى المجهول عندنا في المعادله ال ار اس. طيب شوف هل بقى كله موجود؟ كله موجود طبعا. ديت معلش دي بنسميها ال ار ال ار جي، دي ال ار جي كده بالشكل ده. طيب يبقى ال ار جي اللي جبناها، الار جي اللي احنا جبناها يساوي، وعندنا الحساسيه لكي ينقص الحساسيه الى الربع، يبقى نشيل دهيت كده ونحط مكانها الربع، واللي ما والار جي اللي احنا جبناها المره اللي فاتت دي تسعة من عشرة، تسعة من عشرة، يبقى اصبحت معادله ذات مجهول واحد في الار اس اللي هي قيمه المجزئ الار اس بالزائد كده. نبدأ بقى نضرب الطرفين فين؟ في الوسطين عشان نجيب المجهول. هيبقى الأربعة إس في الأربعة، الأر إس في الأربعة بقت أربعة أر إس، والواحد في الأر إس في القيمة ديت هتساوي، هتبقى الأر واحد في الأر إس بالأر إس، وعندنا الواحد في تسعة من عشرة بتسعة من عشرة. بسيطة خالص، المجهول نعد في طرف، ال ار اس نعد هنا بقت تلاتة ار اس، ان ار اس وهنا تلاتة او هنا اربعة، يبقى دي بالموجب تعدي بالسالب بقت اصبحت دي تلاتة ار اس هتساوي ايه؟ تسعة من عشرة، تسعة من عشرة بالقسم على مين؟ على المعامل تلاتة هنا وهنا تلاتة. اذا ال ار اس هتساوي تلاتة من عشرة أو، كده جبنا المطلوب بتاعنا. في مثال مثال بسيط كان جه في امتحان سابق سنة 97، بيقول ايه المثال؟ مباشر جدا وسهل، جلفانوميتر مقاومته، طبعا ده بنسميه الار ايه؟ جلفانوميتر مقاومته الار جي، يبقى الار جي موجود. ينحرف يعني مؤشره نهاية تدريجه عند مرور تيار، يعني معناها كان قبل ما نعدله كانت الاي جي بتاعته بهذا الشكل. يراد تعديله لقياس تيار شدته، يعني ده التيار الذي سيقيسه. يبقى عندنا الاي وعندنا الاي جي والار جي، احسب قيمة المجزئ. ده مسألة مباشرة خالص، احنا عارفين قيمة المجزئ، الار اس هي اللي مجهولة بتساوي الار اس بتساوي اي جي ار جي على التيار الذي سيقيسه ناقص الاي جي. تعود مباشر مفيش فيه أي مشاكل، نبدأ نعوض عن كل قيمة، بدل نقول ال ار جي ال ار اس تساوي
الاي جي بكام؟ الاي جي موجود، الاي جي 1/10، هذا واحد. والار جي، الار جي موجودة 54 في 54 على الاي الذي سيقيسه اللي هو 10 ناقص الاي جي اللي هو ناقص 1. يبقى اذا الار اس هتساوي 54 على 9، اذا الار اس هتساوي 6 اوم. دي مثال مباشر وبسيط. تعال نشوف المثال اللي بعده. المثال ده كان جه 2002. الجلفانوميتر ذو ملف متحرك لا يتحمل تيار اكبر من ايه المقصود بالعباره دي؟ ده التيار الذي اذا زاد عنه، اذا زاد بيتلف الجلفانوميتر، وزي كان نسميه ده الاي جي. يبقى الاي جي هيساوي 500 مايكرو. احنا عارفين التيار بالامبير وليس بالمايكرو، يبقى نضرب في 10 اس كام؟ 10 اس سالب 6 عشان نحوله الى امبير. وينحرف مؤشره لنهاية تدريجه. طيب في وجود فرق جهد، احنا عارفين فرق الجهد بتاع الجلفانوميتر ده كله ضمير يقعد على الجلفانوميتر، يبقى نقدر نقول الفي جي بتساوي 4 من 100 فولت. طيب واحد يقول طب القانون ما فيهوش في، لا في في، لان الاي في ار بيساوي في، او منه نجيب الار. يبقى ممكن الفي ده هي نستخدمها بطريقتين، اما نعوض عنها في القانون زي ما هنشوف. وكيف يمكن تحول الاميتر يقيس تيار اقصى، تيار شديد اقصد. يبقى الاي التيار الذي سيقيسه اي بتساوي 500 ملي. كلمة ملي يعني نضرب في 10 اس سالب كام؟ 3. طيب احنا عارفين القانون عبارة عن ايه؟ هو في الحالة ديت احسب كيف يمكن تحويله، يعني معناها نقصد يعني لازم نحول له ايه؟ مجزئ تيار اللي هو الار اس. يبقى هيبقى المجهول عندنا الار اس، كلمة كيف يمكن تحويله اللي هو ان احنا نضيف له مجزئ تيار، مقاومة صغيرة جدا وقيمتها مش عارفين. تعال نشوف من المعطيات. احنا عارفين القانون بيساوي ايه؟ قانون الاميتر، قانون الاميتر بيقول ان الجهد ان الار اس بتساوي الاي جي ار جي على الاي ناقص الاي جي. تعال نشوف كده احنا عايزين مين؟ الار اس. عشان نجيب الار اس لازم ده كله معلوم. طب ما دي موجودة ودي موجودة ودي موجودة، دي مش موجودة. فعندك طريقتين. طب ما انت عارف ان الاي جي في الار جي اسمها في جي، يبقى خطوة واحدة ممكن نشيل دي كلها، نشيل دي كلها كده ونحط مكانها، هنشيل دي خالص ونحط مكانها الفي جي. دي طريقة. الطريقة التانية من قانون اوم، من الفي جي نجيب مين؟ الفي جي موجودة والاي جي موجودة، نجيب الار جي من قانون اوم اللي هو المثلث اللي هو في بتساوي اي في ار. الفي جي موجودة والاي جي موجودة، نجيب الار جي اللي هي ده. اذا التعويض، اذا الار اس هتساوي، نبدأ نعوض، يبقى ممكن نشيل دي كلها ونحط مكانها في جي اللي هي 4 من 10، 4 من 100. والتيار الذي سيقيسه اللي هو القيمة دهيت، قيمة دهي اللي ديت 500 في 10 أس سالب 3 ناقص التيار الاي جي الذي كان يقيس الاولاني اللي هو عبارة عن 500 في 10 سالب 6. بالآلة الحاسبة هتطلع لنا الار اس تقريبا 0.8